إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب الصوم، قال: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لا، لا بد من قضاء. قال: لا بد من قضاء. باب إذا أفطر، أي صائم، صائم كي هدو أفرو في رمضان صومنا، صائم كي رمضان صومنا هدو أفرو سقى أم لينا يا إن قبل كي دعي، ثم طلعت الشمس دبديدا يقرح دي صوموقت محوصة مينا يا وحو أفري سقو ملينا ييني قرعدي دعدي مركابا مركو أفري كبعدي وقرعدي اللوتشي دو قرعدي موقتي قضوهما كو واجبا مس واجبكو ماءها وحال ليهي من باب شرب الماء ناسيا ساسمي الله قد قيا ويد عضا إركا ضرور له غيب يحوبا شره مركا أيضا قرحة لعين باعركا لاني مقدي نقونا يا يهمين نما سقو أم علينا ياني قرحة دعضي بو أفري مركو أفرك بعدي بو أركي قرحة يبنانك شكت مو قضينا يا مالين تاس مسه ما قضينا يو وحال قد قيا من باب من شرب ناسيا أو أكل قفكي سقو هالمانسان وحوني أما عبيوك على اللقاء ديقيا جوابها وحنكار كدونا حديث يا أثارت أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة أبو أسامة وحمق عيسى وحالي رضا حماد ابن أسامة الليثي وافقت كنيته اسم أبيه أبيه مجيعي إيه كن يدي سبا إسوافقي هو أبو أسامة وأبوه أسامة أبو أسامة حماد ابن أسامة الليثي عن هشام بن عروة رضي الله رحمه الله تعالى هشام بن عروة بن الزبير ابن العوام هشام وتابعي عن فاطمة هشام يروي عن فاطمة وهي بنت المنذر
ابن وهي بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام. هشام بن عروة ابن الزبير هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير والمادر وأنا زوج ديسي. هي بنت عمه وزوجته مركا زوج ديسي وعلمك كورنيا. وهشام هشام بن عروة يروي عن زوجته وهي بنت عمتي بنت عمه فاطمة بنت المنذر منذر يا عروة وضع الشيء والمز زبيرة هشام وإن عروة فاطمة وحي كورنا يسا عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أييدت جدتها سوتت أبيه المنذر هو يدي وأسماء هو يدي وأسماء مرك أييدت أسماء وصحابية بيكورن عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. نعم كل غضو أبناء أبي بكر الصديق. نعم أولاد إصل الشيء وعلمك كلا ورنية إنا لله وإنا إليه راجعون. وأولاد إصل الشيء وعلمك كلا ورنية. قالت وحي ترى أسماء رضي الله تعالى عنهما يدي أبيه أبو بكر الصديق لبدو دبوا لبى صحابيه. قال وحي ترى أسماء أفطرنا وأن أفرني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت زمن كي النبي يا ولي أيام حياته أيامه النبي بنورا صلى الله عليه وسلم يوم غيم مال عرك ضروري هي أيان أفرني أنك أم لينينا إن قبل كي دعي. ثم طلعت الشمس أي ظهرت لبدينا قرح دي بنصو موقتي أسماء باسداس ورسي وقت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ودحشوغو إني دعضي إني أفورين يوغو ملاينا إني قرح دي دعضي إركنا وضرور لها مركي أفورين كبعدنا أي قرح دي سو ظاهر تصو موقتي وحي سمايين مركة ما أي شيغين مركة روايدو انتاس بيكو تشوك ستي هشام مركو روايدي حديث كي وريي أرددي سنين كمدة أو نكن هذا النوية لأبو أسامة حماد بن أسامة الليثي أيا ويديي قيل وحلو يري يعني قائل كأويري وأرضي جيس حديث كورنا يا أبو أسامة لهشام هشام وحلو يري فأمروا بالقضاء هذي أفرين قبل كيون دعين قضى ما الأمري ما قضيين. قال وحير لا بد من قضاء ولا كما مرمان قضاء ولا كما مرمان وين لقضايا وكك وكل دوية هي قفك سقه المانسن وحبي أما وحوني أيه وي أفورين عمدا أيه وصون كوضح حصوصا بي أفورين لكن وحي أم لين ين قبل كدعي قبل كينا مدعين قبل كينا مدعين وحي لم يتهي صلاة الوقت قد كورتو كتوكلا قبل دعا ضو مالانا المغرب كي توكتي كبعدنا وحاكم موقتي قرح دي إننا قبل كدعين با أيا عداتي صلاة دي مركة قبل دعا كوري أتوكتي مغرب من نغني مايا سنة يوم كون نغن قبل كمركة عادنا وين المغرب كي توكتاه مركة ويكالا دويهين إنك سعو المدى قارس داير هدين. قال وحير لا بد من 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 قضاء وحلق من مارمان إني قضيان. وقال معمر وهو معمر بن راشد سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا.
هشام بن مقلي أو يري ما قرنا يعني قضيين يا إن كلا نعم إذا لبر رواية بهشام لجوريه لجوريه مركي ليري فأمروا بالقضاء قضهما ما مل أمري قال لا بد من قضاء وقال معمر سمعت هشاما قال لا أدري أقضوا أم لا ولا جمعين كرا روايتكم أي شيء فاطمة أي أسماء كورسي قضاء يقضى الآن مدنة سيدا درت يدب يري لا أدري أقضوا أم لا ما قرنا يو إن لأمري أي قضيين يا إن كالي لكن لا بد من قضاء وإن لقضي ياهي ولا قم مرمان نعم سيدا سبب مرك الله بدأ قول لا جمعين إياه ما لها قاركود وحلق وريي مجاهدي عطاء إي عروة بن الزبير انتبى عدم القضاء إن لقضينين وجعلوه بمنزلة من أكل ناسيا وحين كلام بدلقين قفكي هلمامي إنو ماركت بحوها سومي هي مركا وحوني بكلام بدلقين عمرنا وحلق وريي إن لقضينا يوه إذا المركة قالت رهذا ما قضينا يوه هي قالت رهذا ويقضينا يان أيام ماشي كصباحي هشام يا عمر بن الخطاب وإسوافقين إن قضينا يان مركة مجاهد يا عطاء يا عروة وهشام أبيه هي قال وحلق وريي إن لقضينين والقضاء أحوط والقضاء أحوط سداس سقى هي أحوط أهو أسلم أه وذي مدو كبري نقن أكتهي إذا لو ذا قول قولك الراجحه وإن لقضيه باب صوم الصبيان عرورت إن الصومان أي أباب يهي سؤال كجرتو هل يشرع أم لا صوم كعرورتا مشروع متهي عرورتا دي صومان مشروع متهي مسمى عرورتا لقاها الله ياهي عرور وحوي وان كلا درجة دي وكوحان وليقان قارين المجهدون وليقان قارين وعرور لكن مرنا وطفل مرنا وغلام مرنا ومراهق وكلا درجات لكن كل قود وصبيان وي صبيان تمرنا وحوين دو صبي غير مميز مرنا ومميز وحبوك على قرنكرا وحك على سوعي كرا مركا كوا لغا الله ياهي وكوا ان عرورتا وحك على قرنكرا مميزين تا ملاش شرع ميهي مسماه أما هالنقدين ويلل أما قبل هالنقدين مرض الصغار يهين أن ولق أن قارين جوابته حين غنى سوى مشروع ولبا إمام الشافعي رحمه الله تعالى وحكلم الدقايا صون كسيدة صلاة دوكالة نبي صلى الله عليه وسلم وحير مروا أولادكم الصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم عرورتو تدبشر مركيهين مركاس بي مميزيهين وحكال ساري كران أياه حال أمر يا لنا بريا لنا أمر يا هنا سلادة كذان طبعا مركي قاران هدي كتغان ولغو قراعي ولغو إذبين سيدان محلو يليا إني كعاذي يشان سين أضيعين صلاة مركي غنقاران صوم كنا وسيدو كالي هدوب أووذوه إنو صومي كارو تدوب تشير مركو يهي بالأمر يا إنو صومه أمر وقتو قارسين واي مركو ماشو يراد هالكا مرد أفسين كارو أفرو هدو ربو مالين نسكت بالماء ورها صومه
maalmaha ku xigta maalin laba maalin thuluthaynkeed ha soomo maalinta saddexaad maalinta dhan buu soomaya soo ma qaabkaasaa marka lagu wadi toddoba jir toban hadduu gaarana sidii salaadii baaba lagu garaacayaa haddii uu ka tago marka waa mashruuc waxyaalaha ku soo arooray waxaa ka mid ah waqaala cumaru radia allahu canhu linashwaanin fii ramadaan waylaka wasibyaanuna siyaamun fadarabahu cumar waa cumar bn اlkhaaab waqaala cumar bn اlkhaaab radia allahu canhu linashwaanin ay lisakraanin nin sakraan ahoo khamro cabay baa loo keenay maalin ramadaan maalin ramadaan nin sakraan ahoo khamro cabay baa loo keenay markaasuu isagoo xusuusinayo canaananaya ayuu wuxuu ku yidhi waylak war hooge iyadoo ramadaan lagu jiraad afurtay ood xaaraan ku afurtay wasiibaanuna siyaam caruurtii yaryarna waa sooman yihiin adoo nin weyna inaad adkaysan weyso sabri weyso adoo sooman ood soonkii xajin weyso oo weliba khamro aad ku afurto caruurtii yararkaahina ay weli sooman yihiin waa doqonnimo soo maha waa citaab waa citaab iyo tawbiik waay sidaa buu ku yidhi fadarabahu wuuna garaacay oo waxaa laga oofiyey xadkii xaddu shurbi alkhamri baa laga oofiyey fadarabahu ay xaddan xaddu shurbi alkhamri ayuu la dhacay oo ka oofiyey nacam thamaaniina jalda sideetan jeedal buu ku dhuftay haddi marka atharkaas cumar maxaanu ka faa'iidaysanay wasibyaanuna siyaamun caruurtiina way sooman tahay adiguna maalin baad la sooman yahay baad khamro ku afurtay canaan oo ku canaananayo weliba xadiidku riwaayad imaamu muslim raximahu llahu tacaalaa uu warinayo نعم وادم بيسا روايدا كلا أن كدرنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ الأنصارية قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليتم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ ربيع بنت معوذ الأنصارية وقبر قبر مقعد وي الربيع بنت معوذ الأنصارية وصحابية أنصارية دهيت قالت وحي تري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نبي أفرين دري غداة عاشوراء صباح دي عاشوراء عاشوراء وما نتا تمنادي بش محرم غداة عاشوراء صبح عاشوراء ayuu nabigu fariimo u diray ilaa qura alansaar ansaar qaryooyinkooda iyo xaafadahooda oo magaalada madiine gaararkeeda ahaa qaryooyin badanoo magaalada madiine munfasil ka ah laakiin u dhowdhowaa oo ansaari deganeed baa jiray qaryooyinkaasoo dhan buu fariimo u diray fariintuu diray maxay ahayd nabigu man asbaxa muftiran falyutima baqiyata yowmihi man asbaxa qofkii saaka waa bariistay muftiran isagoo afuray oo wax cunayoo af bilowday falyutima ha dhammaystiro baqiyata yowmihi maalintiisa intii ka hartay ay mumsikan can alطacaam yacni soonkuma uu talagelin saakana wuu afuray oo wuu af bilowday
فرنتها مركي سوغرت وحي كدمبيا مالنتا انتي ذاك دمبي وحبا متابانيو وافاي سنايا وصومانانيا يعني لحرمة اليوم مالنتا حرمة ديدا لكن صون اجر معها اجر مالها ومن اصبح صائما كي وبرسي سغو صوما ولي اف باللابنين فليصوم حصوم او هني يستصون هنا ما يصرت مالين تودي كل والاسلا وذا سومن يهي لكن مدنا صون كي سوى انصحي مدنا ما انصحين مدوا انصحي او سدو ساك او ابرسي سوان اف باللابن با خبر كسو غاري صون كي نوان يستي يوم عاشوراء صون كي دي سوى مركا صون كي سوى وضنيا اما مد كان كلا وهو اف باللوضي صون مجرو مر حداد واح عمتي صون مجرو وحبو عوني سبحي هورا واف باللوضي دابل يد مركا وحالي لي ميا ابقى ممسكا عن الطعام عن المفطرات سيدا ذا كباقي اهو اديقو ان وحبا عوني نين قبل كو اكو دعو ايضا الله احترام ايو مالين تاس ولأجل ذلك حدي اي دعضو قف انو وابرستو يسغون صون في لنين صون ما في لنين مركاب وحو اوغادي اني صون تهي مال اني مادي وحبا عوني ما يو مرك يبقى ممسك يعني محمد ممسكا عن الطعام سغون وحبا عوني وحنا عبين بباقي اهانيا لحرمة اليوم مال انت حرمة دي دا اوغيت سيدو كالي قفكي ملي قبل كوينو دعي اي افوري ee marka qoraxdi arkay inay bannaanka taalo intay qoraxdu ka dhacaydana sidoo kale yumsik ani taam wa markii la sharciyeeyay sawma yawmi ashura markaa bay waxay tiri gabadhan la yiraahdo rubay bint muawid qalad waxay tiri fakunna wahanu ahayn nasumuhu ay nasumu yawma ashura يوم عاشوراء بانو سومي جرني بعدو ما انت وحي كدم بيي وان سومي جرني سون كيدي وحون نقضي مشروع مشروع نمدي سنة ومستحب لكن ادو فضي بضا ونصوم صبياننا عرورتا يدنا وان سون سي جرني وان سومي جرني عرورتنا انه وان سومي جرني عرورتنا وان سومي جرني بيتر ونجعل لهم اللعبة وحنوس من جرني لعبة أي كو عياران من العهن صوف با وحنو قصب إني وحي كو عياران قاب كي أهيد ما ندري هذا وحوين المهو عياد جعلين كو عياران وعاكم بدا كرادة صومها بنونيقة مركا لعبة يقول لعبة أي عرفتوا أقصى الشعلايين عيان قصب إني تر فإذا بكى أحدهم على الطعام من عرورته كمده هدو بويو أو عمتو بويو قاتش هذا هيس أوجد أعطيناه ذاك لعبة لنسين جرنون كما ويلي جرني حتى يكون عند الإفطار إلى أن كجار سينه وقت عفرك ساسا يلي جرنيت نعم خواد مسلم وحي هدمشنا إلى ذا ونصوم صبياننا عرورتا يدا وان سومي جرني أيو إمام مسلم وحكو دري صبياننا الصغار عرورتا يدا ير يركا وليبا كو وين سكداي ير يركا سومي جرني ونذهب بهم إلى المسجد مسجد كان وقين جرني ساس بيتير مرك مركي قاتشا وضان ويأني وعنتا حسوستان لعبة سنسين جرني يسيكو عياري جرين الما يركا دي عيار لو بالله قاتشا دي هيسي ويحي كلاو هلماما يا لعبة دو آدو دانين يا إلا أنقار سينو وقتها أفرك أنقار سينو سيداس بي صحابة دو أهايين انت وهاي ربانين عبادة دا كتب بران ويجعلي سيان نعم ومركا عادة أغيالان انت يريريهين با الما يركا انت يريريهين دي عبادة دا لوغا عادة يالو مركا يواوين هذا نيجا سكتش علاني ويسأذي چين يا مركا نعم ساسا يلي جرني إذن عروت يركا صلا عروت يركا صون كود ومشروع هدو مميز يهي أو أوذو وانا كان صحيا نعم باب الوصال
ومن قال ليس في الليل صيام. باب الوصال أي حكم الوصال صوم كالحريريو حكم كيس محوية سلو حريرين يا وإن الله بما المض إيا وحكا بضن وصوم كي حريريو همين كينا ونا وحبرد أدبين وحنعونين ما أنتو صومنا عاوة وكدريا وحبعوني مايو برنا وحريرين يا وصالكو مركا وصيداس وصالكو وصيداس حكم كيس محون نقونيا. ومن قال ليس في الليل صيام هي عدة تري علماء الإسلام ككم إذا ليس في الليل صيام همين صوم مجرو همين لما صومه لقوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ثم أتم تام يالا الصيام صيامك إلى الليل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عنتانك يا عبتانك إلى فجر كدش ثم أي ثم طلوع الفجر أتم الصيام إلى الليل صون كذا ما يصير إلى همينك لقاقاد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وأنت صونك قرنا هذا هذا ما أنت وعد ماتي بعد غروب الشمس إلى الصيام صوم له ساس درت هذا وير هذين ليس في الليل صيام همينك صوم مجره لقوله تبارك وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم سببت أيتهاي آخر وقت الصيام وعند غروب الشمس وان هذا قرعد دعوه وهمينك وصوق له أفرى وأمر قرآن كيف سيدة المامية إذن هدو يريد قفك قلبت لنا صومنا همين كينا ورعسينا يا مانة كدن بيسا وحانو لين هاي ليس الليل محلا للصيام همينكو وقت اللي صوم ما همين وقت اللي صوم ما ها. نعم وين هذا فرطامرك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم نبي قنوون نهيي عنه أي عن الوصال وصال كيب نهيي رحمة لهم نحريس ونحريسنا يا أمده وإبقاء عليهم إيوه بدن كودي أودو ده يكرتي ذو ذا باقي يلد وباقي يليو لأنه دو قفكي صون كي حريري يا الله ما المود صدح ما المود يهمين ندود دم النولانة يا يضعف مركا نحريس النبي يقول نحريس أنا يو وكان كثير الشفقة على الأمة النبي يقول آدب يقول نحريس بدنا أمة ده ولأجل ذلك إلهي سفدي سحقوت المامي عزيز عليه ما عنتم يعني العنة هي المشقة وحن نبي قاد وقو أدق ودب حوق لكوة أمد وحي مشقاء يدبو كيني أد بين نبي قاد ودب جرتي صلى الله عليه وآله وسلم مركا نبي قاد نهي وصال كاس رحمة لهم أي رحمة للأمة وإبقاء عليهم أودو دئيو إنو باقي يالو إذن مركا آيات الدليل كيدا وثم أتم الصيام إلى الليل ينهي النبي يقول نهي وصالك أيا كنت سنة يلا بدا الرأي لو الرأي بك جرته قال وحيليهم ولا حريرين كرايو نهي حتى النبي يقول نهي ونهي التنزيه حتى وإن كان تنزيها مرهدي النبي يقول نهي وإن لك حرا باركتا حير النبي يقول وما نهيتكم عنه فانتهوا وعن إذن كان نهي كهرا وين لقى هرا نهي طيب مركب واحد كنت سنة يسأل وجهك الراجحة إن مسألة ذا و
وما يكره من التعمق بابك باب الوصال وباب ما يكره من التعمق هل كاسك حيرانتا باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام وما يكره أي وباب ما يكره من التعمق تعمق محويه وحل النعاء تعمق تعمق ومحي المبالغة في تكلف ما لم يكن ما لم يكلف به قفك وحو آدي آدي سوء وقوحل داران يا إنه إسكو كلفه وحن شرعي قوكو كلفين با وحن شرعي قوكو كلفين لا إسكو ما كلف ومذموم كحل ديرو على سبيل المثال مشاعرته هي حجك هي مركي لا تقو بور وحاجرته آد ودير قول لي راهدو جبل النور وبورتا غار حراء اي كوتا الله ماشي النبي وحي وكل سو دقي بورتا ان لفولو او لصو اركاهي وح اجره كرتي بيا لما اركو قفكي يسوي حوق له وعبرة كقاضنا يا أركتنا بيش اسكسو أرك وقوني ديسة ولا أجر له ولا أجر له تضبع اسكو كلفة يا ويلهم فولي كرين للي يردن فولي كرين اسكدا وحكا له للي يردو حتى بفولي كران بورتا للذي دا مركا تكتيت بابورتا لاميقا كسو عطي ووين وحي كلان نقول إيسا بابورتا يركا عروتكو عيارتو انت دولك كسر رئيس فوليتان كيدنا وأدقي هاي إن تكسر دعاء صورة جلا إن ورد اللي يراه أرداء ودع ذي يدو لبا تنشريال أي تهاي أي وحين وقوع قالت ساعة ضاينا تجنو رأي ساعة دي كبر نقوع قالت نما كي نقول ديرا نقول أرض كبرنا سبورتي عياري شري بوهاي كوجارين ما بين 30 إلى 40 دقيقة قرن جنب ذي هر ساعة كبعدي الله بس ساعة يبرع للسوق يوم بابورتي ماشي نوتة جنيد أرضا دي كلا كسر الدكتور أيق للسوق يس إذا هاد بمالو فري سنين ويل مركب حوين ويل باسكور لبيا ما لنا نكون قاضنا مرك سوار فاضي وين وندوه يستعجل هل يستعجل بكسر الدقيقة كاسو كلا لي رضا مرك تعمق كتشو جنا ما كرتيد كم كرتيد مالا والله سكو كلفة يا إذا مركا تعمق دين كنا عي ومبالغة في تكلف ما لم يكلف به وعن شرعي جاي دين كو كلفين والله سكو كلفي تعالى ما أقول مركا وصالكو مركا ونوع عاصو كلي من هذا النوعوي قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا قالوا إنك تواصل قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى النبي صحابة وحكيري صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا بعض الصحابة يا شعلاضي إن اللبما المد يكبرا حريريان نبي وحكير لا تواصلوا مواصلها سميننا حريرننا قالوا مركابة يرادن إنك تواصل نبي محمد وأضوه واتسميسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أحيانا النبي قلنا مركا قاركود بو سمين جري إنك تواصل قال مركاب النبي يري لست كأحد منكم أدنكو كلمئه أنك أحد أدنكو كلاء مئه إني أطعم وأسقى أنا جوان الله يقوديا وأنا الله يورابيا أو إني أبيت أطعم وأسقى همين كيبان بريا أيضا الله يقوديا الله يورابيا من غير أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم أو سقيا سواء النبي وحنا نعبين وحنا نعونين بولايا يهدنا أطعم وأسقى كيف الله يعلم ربا قرن انت وقعر علماء قالوا حير هذان قالوا وحبير هذان قالت ترى هذا
jacaylka cibaadada uu jecel yahay rabbi uu jecel yahay baa quud u noqotay. Qola tiraahda hurdada unbaa maaragtay lagu quudiyaa intuu jiifo, markaas hurdada ka soo toosaa isagoo dhergan. Qola un wax tiraahda maaragta, qola tiraahda cunnada jannada looga keena oo ku cuna cunnada jannadana cunnada adduunyada kale maaha. Wallaahu aclam. Calaa kulli xaal, tafsiirkeeda idiraab badan baa ka jira, laakiin nabiga hadalkiisii waxa weeyaan waadix ah, innii ucamu wa usqaa, waana la iquudiyaa waana la iwaraabiyaa, aw innii abiitu ucamu wa usqaa, anoo la iquudiyey oo la iwaraabiyey baan waa bariistaa. Marka taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha nabiga u gooni ah, khusuusiyada jira nabiga u gooni ah oon lala wadaagin. Sharciga intiisa badan waa looga dayanayaa oo ummaddu way la wadaagtaa, laakiin waxyaala nabiga u gooniya baa jira oon lala wadaagin salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh. Masaladani marka saasay ka mid, ama ummadda wisaalku waa ka xaaraan, nabigu waa diiday waa nahiyey salallahu caleyh waalihi wasalam. نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى وإسلقت يدي نفتي يدي. لكن حديث كلا حديث كهر وهو حديث أنس حديث كان وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه هذه حديث كلا صحابي كلا وريان مثل بقوني دي سو حديث تاغن وياي iyadoo isla qadiyadii iyo isla masaladii ay tahay bay laba xadiis haddana kala yihiin. Xadiidkii hore xadiidu Anas buu ahaa, kanina waa xadiidu Cabdullaahi ibni Cumar. Qaala wuxuu yidhi Cabdullaahi ibni Cumar nahaa rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, nabigii ilaahay baa nahiyey oo ka reebay ummadda can ilwisaal ay fi sawmi, can wisaali siyaam, siyaamka inay xiriiriyaan ayuu ka nahiyey ummadda. qaaluu waxay yidhaahdeen, laysa kullu saxaaba bal bacduhum, qaarkood baa waxay yidhaahdeen innaka tuwaasil, nabi muxamed oo adiguba waad xiriidhisaa. qaala nabigu wuxuu yidhi innii anigu lastu midlakum, adinkoo kale ma ihi. farqi baa u dhexeeya nabiga sala allahu calayhi wasalama iyo ummadda umuuro badan. innii ucamu wa usqaa, aniga waa la iwaraabiyaa waa la iquudiyaa waana la iwaraabiyaa. walastum kadalika antum, adinkuse sidaa ma tihidin. tayib, waxaa kaloo la mid ah xadiid kale oo isna sidoo kale ah, cabdullaahi bnu khabaabin an abi saciidin alkhudri radia allahu canhu annahu samica annabiya sala allahu calayhi wasalama yaquul latuwasilu faayukum ida araada an yuwasila falyuwasil xata asaxar qaluu fainaka tuwaasilu ya rasuul allah qaala innii lastu ka hay-atikum innii abiitu lii mucimun yucimunii wasaaqin yasqiini. waa xadiid kale oo isla macnihii ah, cabdullaahi ibnu khabaab alansaari waa madani an abi saciidin alkhudri radia allahu tacaala canhu, waa saxaabi isaguna madani ah oo weliba ansaari ah, annahu samica annabiya sala allahu calayhi wasalam, abaa saciid baa maqlay nabiga radia allahu canhu yaquulu isagoo odhanayo saxaabadii kule, la tuwasilu ha xiriirinina soon, laabudda haminkii inaad afurtood wax cunto weey. fa ayukum ida araada, nacam, kiinii doonaya an yuwaasila inuu xiriiriyo laba maalmood, falyuwaasil xataa asaxar, aroortii ha gaarsiiyo, yuuna hamiinkoo dhan oona sida ahaanine aroorta ha gaarsiiyo. axad adinka idinka mid ihi hadduu doonayo inuuna afurin ee imsaaga uu ku baaqi ahaado si shaydaanka marinadiisa uu gaajo ugu ciriiriyo, ila shaydaanku yajri minna majra addami, kiinii doonayaahi hadduu si kala diido ha gaarsiiyo aroortii saxuurta, saxuurtiina ha saxuurto.
أما هدو سيدا ما أنت كلا كحريريو مايا يون سيدا يلين نبي قونا مرمر كقار كود بو سيدا يلي شري قالوا وحي رهدين فإنك تواصل يا رسول الله أدوكو برسول الله واد حريريسا قال وحي رنبي إني لست كهيئتكم أنو حالة دي نوكلا إيا صفة دي نوكلا معه هي أدو الحالة والصفة وي لست كهيئتكم أي لست كحالكم وصفتكم حالة دي نيا صفة دي نوكلا معه إني أنو أبيت وانبريا لي مطعم عدي قودسا أنو عدي قودسا له لي مطعم يطعمني مدوح قودي وإقودين إياه وساق يسقيني مدوح ورابي ورابية يعني يقصد ربه تبارك وتعالى نبي الأجيدة. إذن حديثك يا أبو سعيدنا وحو أسناء لم يديهي حديثك يا أنس يكي بن عمر انت كلي مورين صحابة بضم مسألة النبي كورسي هشام ابن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وحيت لعائشة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي ونهيي عن الوصال أي في الصوم وصال كي حرير كصون كأه أي النبي ونهيي رحمة لهم أي لأجل الرحمة بهم نحريس النبي أمد أن حريسنا ومشغل يدبك أولن عيو فقالوا وحي رهدين أي بعض الناس إنك تواصل نبي ألو أدوك بواد حريري سا قال نبي وحيري صلى الله عليه وسلم إني أنوك لست معه كهيئتكم سيدي نوكل معه هيئة دين حالة دين يصف دين نوكل معه إني يطعمني ربي ويسقيني ربي قيبا إقودنيا وإورابنيا إذا المسألة داس وصالك نبي خصوصيات كي سبي كمتهاي نبي قوان نهيي صلى الله عليه وسلم صون لحريريو نعم إذا المقا حديث بأسكو حكت حديث كي أنس كي عبد الله بن عمر كي أبي سعيد الخدري هي حديث كعائشة أفر حديث بأسكو حكت في المسألة نفسها ويكبض أنت هو نوع من السام سائل كلا باب كان صد حدا باب كان كلو كحيقة يا باب كان كلو كصيح قبا ويسلا حديثي باب التنكيل لمن أكثر الوصالة باب التنكيل أي تشديد العقوبة عقوبة ذا إن لقوا أتكيه لمن قفكي ولا تبرتصه لمن قف أكثر بديي الوصالة حرير انت أو حريريو في صومه صوم كيس أو حريريو أما تشعل الله إنه حريريو سيد السؤالات كتتك قارك كم وقت هذه جرالي سؤالين أيان إنك تواصل إنك تواصل إنك تواصل تنكيل يعني ونوع تشديد العقوبة يعني هي تبرتوسد تبرتو دبل انتي قارسي سنتا إن لا تصو وصون كي لا أقول هذا إني حريريان نعم رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الآن أنس باوريي والنبي كوريي وانا نوع من دونا كتاب ليلة ذا كتاب التمني بنوغو إيمان دونا حديث كاس انت اسكليو كاكس وقاف صدي تاتك كوريي مسألة التنكيل كأه
تشديد العقوبة قف كاس يعتبر تصداس حق أبو نوغو إمن دونا حديث كاسي أنس ولا غوري حديث كحيقة أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم. نعم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال وحير نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نهيي وأصحاب تسوك نهيي عن الوصال في الصوم صون إلا حريريو سواء كان فرضا أو نفلا لا ضرب واسكمت. فقال له رجل من المسلمين للمسلمين تكمده إذا روايدين عن سوى مرنوك فقالوا أي رهدين وهي روركة وأن كمد الصحابة. فقال رجل من المسلمين رجل المسلمين تكمد بوحو كير نبيك إنك تواصل يا رسول الله أدوق بواد حريري سا رسول الله. قال مركاب النبي يري وأيكم مثلي كي نبا أنا كراء متكادين كيدين كمدة وأنا كراء هوايو وحنبي قال لمن أهن كرمية شرا أبدا. مركاسو هدنا وحي كقد وين النبي أمد وقد وين هي ولي بلوغو قوني يلي أعماش قاركيد إني أبيت يطعمني ربي ويسقين أنا أبو بريسا يلو ربي قيق إقوديي إن ورابيي. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال مركي ديدين حوغا كمدح أتكادين إن كهران وصالك واصل بهم يوما النبي قال وحريري ما ركتا واستبدقي هيا مديدين ها ما اترهدين أدقوا واد حريري ساها هيا واد حريرين والله صومنا همين كيبان وحب الله أفرين مالنتي كلا لقود دراي سوغو مالنتي صدحة لقود دراي لهاي بابشي الارك ايو ده تبري النفي اي كتال تبري ديجين ويارتو كتاغن تهي يا مر هدو النبي قلنا قلنا لهاي كتاغن ته مركابو مركي بشي الارك ايوكا واصل بهم يوما ثم يوما يعني لما المدبو حريري همين ودعي ثم رأوا الهلالة هلال كيبا الأركي فقال وحيري لو تأخر لزدتكم هدي بشو ايدي بودعي لهايد واني كوكو داري لها بوي مالين يا مالين كراني كوكو داري لها مركاسي النبي قال الله يا رسول الله نو شفيع مرك هنا لك جوتشيو رخصي رادين لهايين النبي قال سيدي سيهاي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا هو نوع من التشديد والتنكيل تشديد العقوبة قد يدي كاري وين إن لقوا أتكيه وتبرت وظلت السيكة هيت كالتنكيل لهم أي يعني كتشديد العقاب عليهم سيقوا أتكيه النبي عقوبة حين أبوا أن ينتهوا مركا يديدين إني كهران. إذا مركا كبعد هذا أركاء تباري انتي قرسين كرتو أركاء مركا نهي النبي ويقاتين صلى الله عليه وآله وسلم كقللنا لما فسحين. معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين. قيل إنك تواصل قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
فاكلفوا من العمل ما تطيقون. معمر هو معمر ابن راشد، معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم الصنعاني. أهل بصر أبوها قبيل كليرادة الأزدي أي كمدها بصر جوج جري كدبنا صنعاء يا يوم بوتجي وكجور سدي مشو دجي مركا هل كيبونا كل انتي. وهو كمدها أحد العلماء أي كثير العلم اتكاد علم قبضا ولا برواد الحديثة نين لي هذا عبد الرزاق السنعاني وعلوم الله يبن كم إذا أردادي سكم إذا معمر بن الراشد. عن همام بن منبه شيخ سنة وحال هذا همام ابن منبه ابن كامل اليماني سولى يمن بؤها من ثقات التابعين تابعي بؤها ولب ثقات التابعين وعكمدها من أوائل من جمع الحديث تتكي أقوه الرئيو حديثك الجمعيي بكمدها حديثك وقهر ولا حفظ يجري بركة كبعد بو وحال باللابي إلا جمعي ولا أروريو وحصوم مري مراحل كالدون وحل يراد صحائف أيا جري جري هل صحيفة أيا ذا حديث بدن كورورين إيسا وكلا باب باب ده بديد وحاجري وحل يراد الأجزاء مسألة واحدة أحاديث كهذا ليس له أورورية وحاكو حيق الكتب لي يراد موطئات وأبواب له سمية باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا باب كذا هي مصنفات تذكي أقوه الرئيي وكتب تألفي وحاكمدها مصنفاتك وأبواب تلا إمام مالك كتاب كيس موطأ نكلو لديه جري بن أبي ذئبي وكتاب موطأ لي رهضولها هي عبد الرزاق السنعاني ومعمر بن الراشد كان أرضي قيسيئها وكتاب مصنف لي رهضو ألفي مركك بعد با كتب تأدلو ألفي حديث كاهي مسانيد بالألفي سنن بالألفي صحيحين كان لألفي كتب بدن بالألفي مركني كان لي رهضو همام من منبه من أوائل من ألف أيوك مدها وعاجر الصحيفة لي رهضو صحيفة همام عن أبي هريرة أحاديث أبا هريرة كوريي أيوك أروريي مرك تقريبا وحلقوا الشيغا بقول إي اللحدن حديث إن يحايين وإن بدن وكمده أي صحيحين ككيالان وهي متفقين كيهين وح مسلم لقوني هي إي وح نكالي رهضو بخاري لقوني هي با كان كمده هذا النوع يالا حديث كان هذا دلتا أنها كمده صحيفة كيالي وصحيفة معروفة كل جيد أحاديث كتال لور لنو حاسو ساري عبد الرزاق السنعاني كتاب كيس مصنف ما ركتها وصد بطحي أحاديث داس محانا كوري معمر ما كقري معمر نوحا كوري عبد الرزاق السنعاني ولو ما دي كدن بيسان عبد الرزاق السنعاني بكقاته مركز صحيفة أصولها همام ابن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبا هريرة مقلي عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كما قال قال إن النبي يري إياكم والوصال أدينك يا وحن إدينك لديك يا إي حريريد اللي حريريو لما الموت سونكويت لما الموت سونكويت إن لحريرية كبضا نعم أدينك يا وصال كبان إدينك لديك يا مرتين بو يري النبي صلى الله عليه وسلم لما تشربوك علي قيل وحلو يري النبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل أدوك بواد حريرسا يا رسول الله قال النبي وحيري إني أنوغ أبيت يطعمني ربي ويسقيني أنوغ وانبريا هو وابريستا
iyadoo rabbigaygu i quudiyey oo i waraabiyey. Faklafuu, isku kallifa. Min alcamali, camalka xaggiisa, maa tutiiquun, waxaad awooddaan, waxaydnan awoodina ka taga, wisaalka ma awoodaan, laakiin maalin maalin waad awoodaan, soo ma maalin inaad soontaan, haminkii afurtaanad maalinta dambe soontaan waad awoodaan, laakiin inaad soon laba maalmood iyo saddex maalmood wax ka badana ma awoodaan. Idan camalka waxaad awoodaan isku kallifi e waxaydnaan awoodin, ha isku kallifinina oo daaqadiina ka baxsan. Maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa. Takallufka marka qofku wuxuunan awoodin isku kallifo, waxaa weyan xikmaddii ilaahay subxaana wa tacaala tashriica way khilaafsan tahay. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.